أهلا بكم في الخط الأخضر. بات التحريض ضد الفلسطينيين من أيسر السبل لاعتلاء سدة الحكم في إسرائيل، وانخرط المرشحون لخلافة نتنياهو في استخدام الشعبوية لكسب الأصوات خاصة من أنصار نتنياهو، ويستند هؤلاء على نجاح نتنياهو الغارق في تحقيقات الفساد في إثارة قضايا تحرض ضد الفلسطينيين في مجالات عدة، ومساهمة ذلك في تخفيف الضغط السياسي عليه. في هذه الحلقة نناقش أبرز هذه التصريحات وعواقب هذه السياسة ضمن محاور ثلاثة: قرب أفول نجم نتنياهو، توجهات خلفاء نتنياهو، إسقاطات التحريض على العملية السياسية. لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفي في الاستوديو: مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام الله مدار دكتور هنيدة غانم، والصحفي في صحيفة هآرتس وراديو الشمس جاكي خوري. أهلا وسهلا بكم. وقبل بدء نقاشنا دعونا نشاهد التقرير الآتي الذي يستعرض أبرز المرشحين لخلافة نتنياهو وتحريضهم ضد الفلسطينيين. جاكي، سأبدأ معك. يعني منذ فترة تدور التحقيقات مع نتنياهو وزوجته بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، آخر التطورات في هذه القضايا؟ آخر التطورات ترتبط عمليا بقرار كما يبدو سيكون خلال فترة وجيزة بالتحقيق مع نتنياهو مرة أخرى. هذا الأمر نشر عشية الأعياد اليهودية، كانت في شهر أيلول، وواضح أننا أمام مرحلة قد تكون حاسمة في هذا الملف. ما حصل في نهاية الأسبوع عندما خرج نتنياهو على الملأ يهاجم نقول رأس الهرم الشرطوي المفتش العام روني الشيخ، كان واضح أن هنالك قلق في ديوان رئاسة الوزراء، لأن هذا الموضوع عمليا بدأ يصل إلى ساعة الصفر، ساعة الحسم بالنسبة للمستشار القضائي للحكومة، بالنسبة للنائب العام. التحقيقات مستمرة ولكن بوتيرة أقل مما كان في السابق، بمفهوم أن التحقيق الأخير قد يكون مع نتنياهو خلال أسابيع قليلة، وبالتالي التوقع أن يكون قرار بالنسبة لتقديم لائحة اتهام أو عدم تقديم لائحة اتهام في نهاية هذا العام. نعم دكتور هنيدة، إلى أي مدى يمكن لنتنياهو أن يتملص من هذه التحقيقات، خاصة مع وجود لفيف من السياسيين حوله الذين يحمونه؟ يعني يطلق على نتنياهو بحقل ملك المناورة. أنا أعتقد أنه من المبكر جدا يعني تأبين نتنياهو سياسيا، وأنا أعتقد حتى لو قدم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عملية المحاكمة يمكن أن تأخذ سنوات، وبالتالي أن يستغل هذه الفترة في حسم أمور سياسية مختلفة. تأبين نتنياهو بسرعة عمليا حتى لو تم تقديم لائحة اتهام أعتقد أنها مبكرة جدا. هو ملك المناورة ويمكن أن يحاول التلاعب بكل ما يجري من أجل إعادة تقوية وجوده في صفوف الليكود وحتى كرئيس حكومة. نعم جاكي، ملك المناورة، وخاصة يعني يحاول دائما نتنياهو أن يلقي التهم أو أن يعني يضرب طرف ثالث، مرة إيران، مرة حماس، مرة داعش. هل يوجد طرف ثالث هذه المرة؟ يعني أولا عندما ندرس هذا الموضوع، ويجب أن يعني أقول كلمة قد لا تعجب البعض، يجب أن نفكر بمنطق الإسرائيلي اليهودي الليكودي عندما نتحدث عن شخص نتنياهو وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف. أولا هنالك أمور لا يمكن التغاضي عنها. أي رئيس حكومة
كان هذا مع أولمرت وكان مع آخرين أو وزير في حال قدمت بحقه لائحة اتهام. طبعا القانون لا يلزم بالاستقالة، ولكن الضغط الشعبي الجماهيري حتى هنالك قرار صادر عن المحكمة العليا يلزم بالاستقالة. ولكن نحن الآن أمام واقع مختلف، أنه كما ذكرت هنالك عدد من السياسيين الذين يحاولون الآن من خلال حتى طرح مشاريع قوانين غير مسبوقة، مثلا أن لا يكون تحقيق مع رئيس الحكومة خلال ولايته، وفي حال نجح هذا الأمر مثلا ومر الصعوبات مثل المستشار القضائي للكنيسة والحكومة والمحكمة العليا، قد يذهب نتنياهو إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي يبدأ تطبيق هذا القانون في الجولة الثانية. طب لماذا هذه الاستماتة في الدفاع عن نتنياهو؟ لأنه أنا برأيي بشكل واضح القضية ليست شخص نتنياهو بمفهوم أنه لا يوجد، ولكن المشكلة أنه حتى لحزب مثل الليكود يذهب إلى البديل، هم لا يريدون أن يفقدوا السلطة، يريدون أن يبقوا في الحكم في إسرائيل. الموضوع ليس الآن حب العرب وحب الفلسطينيين، حزب الليكود يريد أن يبقى في الحكم. من هو الشخص الذي يمكن أن يبقي الليكود في الحكم؟ هو بنيامين نتنياهو. تنازل الليكود في السابق عن زعماء كبار بين قوسين شمير وشارون وغيره عندما عرفوا أن هنالك شخص يوصلهم إلى سدة الحكم. الآن لديهم مشكلة، يبحثون عن البديل، لا يجدوا بديل في الساحة الإسرائيلية. القضية يجب أن نتناصر، وكأنه القضية فقط عرب وفلسطين، ليس هذا هو الموضوع. لو كان هنالك شخص داخل حزب الليكود، جدعون ساعر يحاول مثلا هنا وهناك، ولكن شخص يضمن لحزب الليكود أن يبقى في الحكم، ليس ليبرمان وليس نفتالي بنت، لكان وضع نتنياهو مختلف. حتى أعضاء الكنيسة من الليكود لكانوا ذهبوا في مسار آخر. نحن نتحدث في السياسة، لا نتحدث بحب هذا الشخص إلى أجل غير مسمى. دكتورة هنادة، قبل الحديث عن بدائل، يعني من المعروف أن المستشار القضائي هو من يملك القرار لتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة، ولكن المستشار القضائي مقرب جدا من نتنياهو، ونتنياهو بنفسه عينه. كيف يمكن أن يؤثر هذا على المسار القضائي؟ يعني أنا بعتقد أنه في مؤسسة موجودة هنا، وبالتالي عملية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أيضا تخضع لأمور ثانية لا ترتبط فقط بالعلاقة الشخصية اللي موجودة بين الشخصين، وهذا رأينا كمان حتى بالعلاقة بين الشيخ وبين نتنياهو وكيف تطورت، رغم أنه كان نتنياهو هو من عين الشيخ وكان تعيينه الخاص. المسألة أكثر من 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 كيف يمكن أن تؤثر العلاقة الشخصية على تقديم أو عدم تقديم. أنا بتخيل في نهاية الأمر إذا كان في أسباب كافية لتقديم لائحة اتهام سيتم تقديم لائحة اتهام، ولن يكون يعني الحسم باتجاه العلاقة الشخصية على الإطلاق، هذا تقديري. طبعا المسألة هي ما هو البديل الممكن لنتنياهو في حال خلينا نقول أفول، ما تسمونها أفول نجم نتنياهو. الواقع يدلل على أنه لا يوجد بديل لنتنياهو سياسي حاليا مطروح، ولا يوجد بديل شخصي على مستوى زعامة في داخل لا في الليكود ولا في غيره. يعني بمعنى أنه لا يوجد لا بديل شخصي من أجل أن يقوم بتبديل نتنياهو في داخل الليكود ويكون بنفس القدرة والقوة على جذب المصوتين، ولا يوجد بديل سياسي لا في المعارضة ولا في داخل الأحزاب الأخرى، لأنه ما تلقيناه بعد أبي جباي وقبل أبي جباي بالمناسبة. يعني كي لا نظلم أبي جباي، هو عمليا ليكود باهت. فبالتالي نحن أمام واقع ما يجب أن يشغلنا أكثر من الشخص هو هل يوجد هناك فرصة لبديل مختلف لتغيير الأمر الواقع. سوف نجيب على هذا السؤال، ولكن دعينا أولا نشاهد هذا التقرير الذي يستعرض أبرز التصريحات الشعبوية من سياسيين يسعون لتولي رئاسة الحكومة. في الأسبوع الأخير بدأت فكرة نهاية عهد نتنياهو تتردد بقوة في أواسط الأحزاب الإسرائيلية، لا سيما في حزبه الليكود، وذلك بعد تسريبات خرجت من التحقيقات معه ومع زوجته والمقربين منه، والتي أشارت إلى نية الشرطة تقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد وتلقي الرشوة. وفي حين لم يعلنها أحد على الملأ، قرر بعض من أعضاء الليكود المخضرمين مثل الوزير السابق جدعون ساعر الذي يحظى بشعبية كبيرة ووزير المواصلات إسرائيل كاتس إعلان ترشيحهما لرئاسة الحكومة، لكنهما أضافا عبارة بعد أن يعلن نتنياهو عدم ترشحه. ويهدف الاثنان إلى كسب تأييد أنصار نتنياهو الذين سينحازون لمرشح آخر في حال تم تقديمه للمحاكمة، ومن أجل زيادة هذا التأييد قرروا السير على خطاه وبدأوا بالتحريض على الفلسطينيين، وجهروا برفضهم القاطع لإقامة دولة فلسطينية على ما أسموه غرب أرض إسرائيل، وإيجاد سبل لمواجهة الخطر الديمغرافي، وهو المصطلح الذي يستخدمونه لتبرير منع حق العودة عن الفلسطينيين في الشتات. أعرب ساعر عن معارضته لإعادة إعمار قطاع غزة وبناء المطار والميناء بشكل خاص، معتبرا أنه سيستخدم لإدخال الأسلحة،
في حين قال كاتس إن كل التنازلات الإنسانية التي قدمتها إسرائيل قوبلت بالعنف والقتل من قبل الفلسطينيين. جاكي، طرحت العديد من الأسماء لخلافة نتنياهو في مؤخرا في الإعلام الإسرائيلي خاصة، من هم أبرز المرشحين لخلافة نتنياهو اليوم؟ يعني أعتقد على مستوى حزب الليكود ذكرتم في التقرير عدد من الأسماء، جدعون ساعر الذي خرج من الحلبة السياسية ولكنه لم يغادر الليكود بشكل قاطع كما حصل مع بوغي يعلون. إسرائيل كاتس يعتبر نفسه ابن المنظومة الليكودية وبالتالي قد يكون مرشح قوي. بالنسبة لآخرين أعتقد أن الفرصة ضئيلة، ولكن لا نستغرب في مرحلة ما، وأنا أعتقد أن أرمي هذا بناء على تقدير وليس على معلومة، أن في حال شعروا فعلا أن هنالك إمكانية لتغيير الحكم وأن يسقط ما يعرف باليمين، قد يكون تحالف بشكل أو بآخر مع ليبرمان ومع حزب البيت اليهودي من أجل إيجاد دائما، بدي أنا أذكر وأذكرك أذكر المشاهدين في خطوة سياسية أعتقد يعني كانت قوية جدا عندما تحالف الليكود مع حزب إسرائيل بيتينو مع ليبرمان وضمن بشكل أو بآخر أن يصل إلى رئاسة الوزراء، وبعد ذلك تم تفكيك هذه الشراكة. فبالتالي كل شيء وارد. نحن نتحدث الآن عن السياسة الإسرائيلية وفن الممكن، وهو ولكن من المعروف عن نتنياهو أنه يحاول دائما تشويه أو يعني إبعاد منافسيه في الليكود. نتنياهو يريد أن يبقى في الحكم لأطول فترة ممكن، هذا الأمر واضح إذا كان من خلال طرح مشاريع قوانين، إذا كان من خلال انتخابات مبكرة، كل الوسائل عمليا متاحة له. ولكن في نهاية الأمر يعني يجب أن يتخذ قرار، وفي حال اتخذ القرار بالنسبة للحكومة لتقديم لائحة اتهام عندها هو في مشكلة، يعني قد يواجه لأول مرة أنه نعم أنا أخرج الآن لإجازة ويتم تعيين شخص مثلا مكانه، قد يجد أي غطاء قانوني لهذا الموضوع، ولكن الموضوع يرتبط أيضا بشعبية آخرين. ذكرتم بالنسبة للأسماء، أنا أذكر مثلا تسيبي ليفني طبعا حصلت في انتخابات قبل الأخيرة على 29 مقعد في حينه، ولكن كانت التوافق بين نتنياهو وأحزاب أخرى لم يوصلها إلى رئاسته، وبالتالي يعني هنالك أشخاص يمكن أن يصلوا من ناحية عدد المقاعد. السؤال من يشكل أيضا الحكومة؟ طيب دكتورة هنيدة، من يشكل فعلا الحكومة؟ هل هناك أيضا إمكانية لأشخاص كجباي كبنت كليبرمان وأشخاص آخرين؟ من 2000 عمليا الليكود على صيغ مختلفة، يعني أنا بعتبر كديمة هي شكل من أشكال الليكود موجود في سدة الحكم، يعني 17 سنة من بينهن ثلاث فترات حكومية لنتنياهو. الأمر الأساسي هون ليس هل ستسقط الحكومة ومن سيأتي مكان نتنياهو، علينا أن ننظر إلى تشكل ثقافة يمينية في داخل إسرائيل، أخذت اليسار باتجاه اليمين وأخذت اليمين باتجاه اليمين الجديد، ما يسمى باليمين الجديد، وهو تحالف من أحزاب حريدية إلى أحزاب دينية صهيونية، بالإضافة لخلين كل شخصيات من تمثل جمعيات اللي الهدف اللي لها إعادة تشكيل الوعي الإسرائيلي بحيث يتم أنه يتحول الحديث مثلا عن دولتين أو عن تفكيك المستوطنات أو عن أمور تتعلق بإقامة دولة فلسطينية اللي هي مقبولة بخط المينيموم لأمور خارج الكونسنسوس. يعني الثقافة السياسية المهيمنة حاليا في داخل إسرائيل تقول لنا أنه حتى لو انتهت حكومة نتنياهو الحالية ستأتي لنا حكومة نتنياهو على أشكال مختلفة ولو كان على رئيسها جباي. رأينا مؤخرا خططا لزيادة وحدات استيطانية وبناء ألاف منها في مستوطنات الضفة الغربية، هل يسعى بنيامين نتنياهو يعني أن يمنع تحقيق أي تقدم في العملية السلمية قبل أن يغادر هذا المنصب؟ على مر ثلاث يعني فترات لحكومة نتنياهو التغييرات التي جرت على الأرض من حيث زيادة عدد المستوطنين هذا من جهة، ومن حيث إعادة حتى بناء كل ما يتعلق بالبنية التحتية المرتبطة بالاستيطان، يعني الآن إذا خرجت من رام الله خلال نصف ساعة أنت موجودة في تل أبيب، عمليا المستوطنات تم ضمها بشكل أو بآخر إلى داخل دولة إسرائيل. هذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار. الأمر الثاني هو كل ما يتعلق بعملية التشريعات والقوانين، كم التشريعات التي طرحت على الكنيسة لمنع أو لعرقلة حل مستقبلي هو مثير كميا ونوعيا، يعني الأمور تتعلق أيضا بنوع هذه القوانين التي طرحت. يعني في عمليا في مجموعة من الأمور التي تشي أن نتنياهو كانت مقولة سابقة
نرددها كثيرا أن هناك إدارة للصراع. أنا أعتقد ما يجري على أرض الواقع ليس إدارة للصراع، هو حسم مستقبل الصراع من خلال خلق وقائع على الأرض. نحن لسنا في مرحلة إدارة الصراع بمفهوم ما كان موجود، إنما إنهاء كامل لحل الدولتين وإعادة هيكلة للاحتلال بحيث ينسحب أكثر من الوجود العسكري المباشر وتحويله إلى نوع من الإدارة اللي هي تشكل فيها عمليا السلطة إدارة مدنية موسعة بديلة للإدارة وتعمل تحت سقف الإدارة المدنية الإسرائيلية. هذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار. الأمور ترتبط بكل التصريحات للسياسيين الإسرائيليين، والأمور ترتبط ببرامج هذه الأحزاب. يعني نحن نتحدث قبل قليل قلت إنه هم أو الأخ جاكي قال إنهم يريدون إنه حماس توافق على الاتفاقيات وعلى وجود إسرائيل. الملفت للانتباه والمضحك عمليا إنه كل من يجلس في حكومة إسرائيل ضد حق الشعب الفلسطيني في تحقيق دولته وفي تحقيق استقلاله ومع الاحتلال، وهناك مشاريع تجري على الأرض من أجل شرعنة وتبييض المستوطنات التي أقيمت تحت مسمى البؤر الاستيطانية. 33% من هذه البؤر، ونحن نتحدث عن حوالي 98 بؤرة استيطانية تم تشريعها، إلى جانب اليوم الواقع اللي فيه حوالي 700,000 مستوطن موجودين في الضفة الغربية. هاي الأمور أسفي نقطة أخيرة، هذه الأمور مع الأخذ بعين الاعتبار أنه 60% من أراضي الضفة تعرف كمناطق جيم، 70% من السكان فيها هم من المستوطنين، هي الحرب على هذه المنطقة من أجل إعادة هيكلة كل الاحتلال بطريقة جديدة يصبح معه الحديث عن حل الدولتين نوع من الهلوسة السياسية. نعم. طب جاكي، يعني أيا كان من سيأتي بعده، هل يمكن أن يحسم بطريقة مختلفة هذا الصراع السياسي؟ يعني أولا هنالك نقاش جدي على فكرة بين، أنا وافق على ما تقول دكتورة هنيدة، وخاصة ما بدأ يرسم الآن. يعني انظري كل قضية المصالحة وطرح الموضوع، هل نحن بصدد أن نقول الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة وحكم ذاتي موسع مع إدارة مدنية موسعة في الضفة الغربية مع شريط قد يربط الضفة وغزة؟ هل هذه هي صفقة القرن يعني التي يتحدثون عنها؟ لا أعلم، لأنه عندما يتحدثون عن صفقة قرن وفي توافق ما أمريكي مصري، إذا لماذا تبنى المستوطنات بهذه الوتيرة؟ ولكن بعض المحللين الإسرائيليين رغم كل ما نقوله، وفعلا من يسافر في الضفة الغربية يشاهد مستوطنات في كل مكان، ولكن هنالك من يذهب بعيدا أن نراقب من يسكن هناك، أي جيل متواجد هناك، ما هو عدد المستوطنين فعلا، هل هو بارتفاع أم بتراجع من ناحية الحضور، ما زال يؤمن بحل الدولتين؟ أنا أقول نحن كما يبدو في المرحلة الرمادية، حتى السلطة تعمل. نعم، لا يعني نحن في المرحلة الرمادية وفي مرحلة فعلا حاسمة. السؤال من ناحية يعني الجدول الزمني، إلى أي مدى في حال طبقت كل المشاريع الاستيطانية الآن خلال 3 أو 4 سنوات، وتحديدا مع إدارة الرئيس ترامب الذي كما يبدو بدأ أو اقتنع بموقف نتنياهو أن المستوطنات ليست يعني عائق لأي مفاوضات مستقبلية، وعندها عملية الأمور يمكن أن نقول شارفت على النهاية، أم فعلا نحن نتحدث بتصريحات كبيرة عن بناء وبناء، ولكن مع ذلك يبقى محصور فيما يعرف بالكتل الاستيطانية، ويمكن رغم ذلك إيجاد الحدود أو خط الحدود؟ نحن ما زلنا في هذه المرحلة وهنالك تفاوت في وجهة النظر. قناعتي أن هذا الأمر لن يتم الآن، ويعني كل موضوع حل الدولتين بات عليه علامة استفهام كبيرة. ولكن يجب أن ننتبه إلى شيء آخر باختصار شديد، عندما نتحدث حتى عندما يتحدث جباي، عندما يتحدث عدد آخر من يعتبر نفسه سيصل إلى سدة الحكم، ولا يتحدث بمفهوم أنه نحن مع حق تقرير المصير وحق الفلسطيني أن يعيش بكرامة، بدأوا يتحدثون عن المشروع الصهيوني لأنه يعرفون رغم في نهاية الأمر، ولكن هذا دائما كان الحديث. لحظة، ولكن إذا انتهى حل الدولتين، نحن كل وقت نعطي الفلسطينيين شعور أنه سيأتي الحل في حال تنازلتم هنا وهناك. الآن بدأوا يفهمون أنه بين البحر والنهر عدد المواطنين والغير المواطنين تقريبا مساوي لليهود. نعم. لوين بدنا نروح؟ هذا السؤال بدأوا يسألوه بشكل جدي، ليس مرة أخرى حبا بالفلسطين، ولكن حفاظا على ما يعرف بيهودية الدولة والمشروع الصهيوني. نعم. وعلى هذا قد يأتي الحسم. دكتورة هنيدة، يعني منذ تولي نتنياهو الحكم ويوجد سياسة تهميش وتنكيل ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، هل من سيأتي بعده سوف يستمر بهذا النهج برأيك؟ في إشي مثير عمليا في كل التصعيد، أو خلينا نقول التصعيد، التحولات اللي تمر فيها إسرائيل
بدا خلينا نقول منذ حتى مقتل رابين ربما في تغيرات ديموغرافيه حدثت على ارض الواقع اللي هي غيرت بنيه المجتمع الاسرائيلي وحولته الى مجتمع اللي هو مثلا بالبدايه كان اكثر علماني، كان اكثر باتجاه اللي هو اشكنازي، كان اكثر باتجاه اللي هو اشتراكي. اليوم احنا بنتحدث عن مجتمع اللي هو يتجه اكثر نحو اليمين ونحو التدين. يعني نسبه اللي كانوا علمانيين بال 48 فوق 90% من المجتمع الاسرائيلي، اليوم 40% فقط من المجتمع الاسرائيلي بعرفوا حالهن عمليا انهن علمانيين. هذه نقطه يجب اخذها بعين الاعتبار. الامر الثاني هو كيف حدث هذا التغيير؟ حدث يعني خلينا نقول له علاقه بالهجره من الدول الاسلاميه اولا، اللي بدايه انقلبت الميزان الديموغرافي بحيث انه كان الاشكنازيه مره 48 كانوا 80% من عدد سكان اسرائيل، في مرحله السبعينات وصلت النسبه ل 47% من الدول الاسلاميه او من المزرحين باتجاه 45% من اتجاه اللي هن الاشكنازيين، ثم تغير مرة أخرى بعد الهجرة الروسية. ولكن في عنا نسبة تزايد مستمرة في كتلتين هن اللي يجب أن نأخذهم بعين الاعتبار. الكتلة الأولى اللي حريدي، الحريدي مشكلين اليوم 11% من المجتمع الإسرائيلي. هدول الموجودين جزء كبير منهم حوالي 150 ألف واحد إذا لم أكن مخطئة موجودين مستوطنين في مناطق الضفة، ولهم تأثير سياسي ولهم تأثير سياسي ومروا بعملية صهيوني. والحكي عن إنه الحريديم هم خارج المنظومة الصهيونية هو شوية تبسيطي. الكتلة الثانية اللي هي تطورت نتيجة 67 هي كتلة المستوطنين المتدينين، واليوم احنا كمان بنحكي على نسبة اللي تتراوح عمليا إذا أنا كمان مش غلطاني بين 8 إلى 9% من عدد أو 10% متأسفة من الكتلة اليهودية المجتمع اليهودي. في تغيرات ديموغرافية خرجت هذه تم يعني يتم انعكاسها بعملية اتخاذ القرار السياسي، وتم يعني انعكاسها في تشكيلة بنية الحكومة الإسرائيلية. من تطلع عليها حكومة ذات طابع يميني ولكن أيضا مسياني، ولكن كيف يؤثر ومتدين. كل هذا على العرب الداخل؟ إذا بنشوف أكثر القضايا التي تشغل بال التشريعات أو التشريعات الإسرائيلية نجد أنه في قضيتين، واحدة تحسم باتجاه الفلسطينيين في خارج حدود الخط الأخضر، والثانية تحسن باتجاه الفلسطينيين في الداخل، وهي يهودية الدولة وهي مصدر القلق الأساسي حتى فيما ما يتعلق في إيجاد صيغ أنا بسميها إعادة هيكلة للاحتلال باتجاه الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، تحسن باتجاه الفلسطينيين بالمطالبة المستمرة. بالمناسبة بدأت مع لبني مش مع نتنياهو. جاكي بس هل يملك الفلسطينيين التأثير على من سيتولى منصب رئاسة الحكومة القادم؟ يعني اولا اعتقد انه نحن لسه ما حسمنا السؤال بالنسبه لموضوع المشاركه، اللي دائما النقاش موجود المشاركه، هل نشارك او لا نشارك. ودائما في قناعه عند الاحزاب انه في حال شاركنا اكثر وزاد تمثيلنا هذا طبعا سيؤثر على الحضور داخل الكنيسة، وقد يؤثر على الكتل، يعني على الكتل ما يعرف بكتله اليمين وبكتله اليسار. ولكن في اسرائيل منذ اوسلو او يعني منذ حكومه رابين حتى الان اهتمت كل الاحزاب الصهيونيه واهتم كل المرشحين لرئاسة الوزراء أن لا يعودوا إلى تجربة أن يكون الائتلاف مبني على جسم مانع يعتمد على النواب العرب، لا يريدون هذه التجربة حتى إذا ذهبوا إلى حل سياسي، حتى يتحدثوا عن ما يعرف بأكثرية يهودية. ولكن يعني يجب أن نقول هنالك نوع من ما نشعر على الأقل، يعني أنت إذا تحدثت الآن لرؤساء السلطات المحلية اللي عارفين والواعين يقولوا لك انه خلال السنوات الاخيره فعلا دخلت مبالغ ماليه للرئيس، سلطه محليه عرف كيف يطلب مبالغ حصل على مبالغ. يعني انا اذكرك انه قبل سنوات كنا نتحدث عن مجالسنا انه فيش معاشات وفيش رواتب. اليوم يتحدثون بمفهوم ان الحكومه بدات تتعامل معنا بشكل اعتقد حذر وذكي. كل ما هو مدني صحيح. اذهبوا بهذا الاتجاه، حتى اعضاء كنيسة انا اواجههم واحد واحد. اي واحد قدم اقتراح قانون به شيء مدني هنالك تجاوب، يجلس مع الوزير ويجلس مع المدير عام الوزاره ويبعثوا لنا صور وبنشوف كل يوم. ولكن عندما تصل الامور الى القضايا السياسيه الاستراتيجيه ستوب وقف. فبمعنى بتعاملوا معنا ايضا الى جانب قضيه الطوائف، مسيحيين ومسلمين وبدو وما الى ذلك، وبالتالي في ضخ اموال في بعض السلطات المحليه شهدت تطور خلال السنوات الاخيره، يعني وبالتالي يعني المواطن العادي شعر طيب يا أخي أنت عم بتقول لي حكومة يمين، هاي في عنا قاعات وعنا ملاعب وعنا تطوير وعنا شيء، ولكن صحيح، ولكن عندما نذهب إلى البعد السياسي لا أنت لا تتدخل لا تؤثر. وهذا حسم حتى القائمة المشتركة مع 13 نائب حسم الوضع، الأغلبية اليهودية حسمت لا نريد للعرب أن يؤثر في أي ركن من أركان هذه الدولة. نعم، مديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام الله مدار دكتورة هنيدة غانم، والصحفي في صحيفة هارتس وراديو الشمس جاكي خوري، شكرا لكم. شكرا.
إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الخط الأخضر التي ناقشنا فيها استغلال التحريض ضد الفلسطينيين والعرب من أجل تولي منصب رئاسة الحكومة. أطيب المنى وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل وزاوية أخرى من الخط الأخضر.